أرضنا بوركت من ولادة لم يعش في عمرك الخير عقيمة كلما ولى عن الساحة فيك عظيم شهدت منا عظيمة وترجل الفارس الشدادي رحل دون إذن أو موعد بينما كان يذود عن شرف الجمهورية الخالد في مواجهة خفافيش الإمامة الذين يحاولون إعادة الزمن إلى الوراء كان رحيلا مهيبا آلم الشعب اليمني من عدن إلى صعدة ومن الحديدة إلى المهرة الشعب الذي رأى في الشداد نموذج القائد الكبير بحجم الوطن والمعركة لم يرحل الشداد بالفعل فقد نحت ملامح جيش وطني جمهوري بعيدا عن كل الانتماءات اللاوطنية وساهم منذ الانقلاب في تأسيس اللبنات الأولى للجيش في مأرب في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح وقبل ذلك انضم اللواء لثورة الشباب السلمية في 2011 وكان مسؤولا عن حماية ساحة التغيير بصنعاء اختار الشدادي الثامن من اكتوبر وهو ذات اليوم الذي رحل فيه رجل الجمهوريه الاول علي عبد المغني قبل اربعه وخمسين عاما اختار كلاهما ذات التوقيت والمكان بل وذات المعركه معركه استعاده الوطن من براثن الاماميين الى ضوء العصر الحديث شوطنا فوق احتمال الاحتمال فوق صبر الصبر لكن لا نغتلي نبكي على من سقطوا انما نمضي لاتمام المجال دمنا يهمي على اوتارنا ونغني للامان بانفعال مره احزاننا لكنها يا عذاب الصبر احزان الرجال اعزائنا المشاهدون حول قائد الجمهوري عبد الرب الشدادي دوره في معركه التحرير وثوره فبراير ومساهماته في تاسيس الجيش الوطني ستكون حلقتنا لهذا المساء ارحب بدايه بضيفي في الاستوديو وكيل وزاره الشباب والرياضه الاستاذ شفي العبد اهلا بك استاذ شفي اهلا وسهلا نبدا النقاش مشاهدينا الكرام بعد ان نشاهد بمعيتكم هذا التقرير بسم الله الرحمن الرحيم اللواء عبد الرب الشدادي شهيد التحرير والجمهوريه قائد المنطقة العسكرية الثالثة وأحد أبطال معركة التحرير التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة لإسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة بعيد عن العصبية بعيد عن العنصرية بعيد عن الحزبية بعيد عن المذهبية نكون جيش بما معناه لأن احنا عمرنا لن نستطيع أن تستقر بلدنا إذا لم يكن هناك جيش بهذه الكلمات قال القائد الشدادي وصيته الخالدة ورؤيته للجيش الوطني الذي عمل مع طلائع من القيادات العسكرية على إعادة بنائه بعد الانقلاب والاندثار الجيش الذي كان يحلم به الشهيد هو جيش الدولة الوطنية الجمهورية ولاؤه للنظام الجمهوري الدستوري وللارادة الشعبية بعيدا عن الولاءات للهويات الضيقة الما قبل وطنية بحسب قوله. من طاقيته العسكرية الى ابتسامته ذات الملمح المضيء الى ملامح وجهه المعجون بتراب الارض ونبرة صوته المسكون بالحنكة والدهاء ترك الشهيد اثرا وطنيا خالدا وكان اهم ما غرس هي القدوه الوطنيه في نفوس الاجيال التي رات في الشداد مثلا وطنيا اعلى تستلهم منه الروح والكفاح رحله كفاح ونضال خالده للبطل في لحظات وطنيه تاريخيه ومهمه من الثوره الى الدوله الى المقاومه وهو الذي لفظ انفاسه الاخيره في شهر اكتوبر الشهر الذي ارتبط ذهنيا في وعي اليمنيين بمعركه التحرير وهو ذات الشهر الذي ارتقت فيه ارواح العديد من الشخصيات الوطنيه في سبيل الايقونه الخالده الله الوطن والثوره عقيده يمنيه جمهوريه خالصه من الشهيد علي عبد المغني الى راجح لبوزه الى ابراهيم الحمدي الى عيسى محمد سيف الى عبد الرب الشدادي وغيرهم من شهداء اكتوبر التحرير والكفاح تمضي ارواح وتشرق ارواح في سماء شعب اعتنق انوار الجمهوريه واستمر يكافح الظلام واشكاله الممتده من الثوره المضادة لسبتمبر الى الثوره المضادة لفبراير ضمن واحدية المعركه الوطنيه في الشمال وفي الجنوب وصولا الى مشروع الدوله الاتحاديه على ضوء مخرجات الحوار الوطني. وهذا كان هدف الشهيد ومن يسير على ذات الطريق الجمهوري من الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ومعهم قطاع واسع من احرار الشعب نحو اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله. ارحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام وارحب ايضا بضيفي الاستاذ شفيع العبد، استاذ شفيع كيف تلقيت خبر استشهاد اللواء الشدادي؟ في البدايه نترحم على روح الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي وعلى ارواح كل الشهداء الميامين الذين سقطت دمائهم دفاعا عن عن الهويه اليمنيه وعن الارض اليمنيه في مواجهه مشروع مشروع الانقلابيين. رحيل عبد الرب الشدادي مثل فاجعه لكل اليمنيين الذين يحلمون باستعاده مشروع الدوله والتحرر من من براثن المشروع الانقلابي الذي لم ينقلب على الدوله ويختطف الدوله فقط وانما في محاوله منه للانقلاب على المشروع الجمهوري والانقلاب على القيم والاخلاقات الاخلاقيات اليمنيه والعوده بنا الى الى مرحله تجاوزها اليمنيين بسنوات كبيره وبتضحيات جمه. استشهاد اللواء عبد الرب الشدادي سيمثل رافعه حقيقيه لكل الاحرار لمواصله النضال في سبيل استعاده الدوله والخلاص من هذا المشروع الامامي الزائف الذي لا يحمد اليمنيين الا كل كل الاوجاع والألم. طيب برايك كيف ينعكس جهد الشدادي في بناء الجيش الوطني الان على معنويات افراد الجيش والمقاومه في هذه الايام؟ في تقدير الشخصية يجب ان لا يكون هناك اي تاثير سلبي، صحيح فاجعه كبيره جدا وهو من عبد الرب شدادي من الرجال القلائل الذين صدقوا معاهد الله عليه في هذه المرحله الزمنيه الفارغه في التاريخ التاريخ اليمني. نلاحظ اننا منذ الانقلاب الميليشياوي خسرنا عدد من القيادات البارزه في هرم القوات المسلحه تحديدا. اذا ما ابتدينا بالقشيبي ثم الشهيد القشيبي ثم الشهيد علي ناصر هادي قائد المنطقه العسكريه الرابعه في عدن، ثم اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن، واخيرا عبد الرب الشدادي. هذه التضحيات كلها لن تمثل الا رافعه حقيقيه لكل الاحرار داخل داخل جبهات القتال في المقاومه في الجيش الوطني باتجاه المضي قدما لتحقيق الخلاص من هذه القوى الاماميه. آه لن يمثل حالة آه نكوص أو حالة انكسار بالعكس آه الحزن كبير والفاجعة كبيرة جدا لكنها لن تثني اليمنيين بل ستضيف لهم آه دفعة معنوية كبيرة باتجاه آه الخلاص من هذه القوى الإنقلابية واستعادة الدولة اليمنية طيب برأيك هذا النموذج الذي قدمه عبد الرب الشدادي وقدمه الكثير من القادة الوطن الوطنيين في اليمن على مر تاريخ نضالات اليمنيين ضد الإمامة وضد القوى الظلامية هذا النموذج هل سيعطي دفعة سواء المقاتلين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الآن أو في صفوف الناس الذين اليمنيين عامة أقصد إلى أي مدى سيعطي هذا النموذج دفعة إلى الأمام نحو بناء اليمن بعد أن ساهمت قوى الانقلاب في تهديمها وتفتيتها شيئا فشيئا كل من ذكرت أسماءهم وأخرهم الشهيد عبد الرب الشدادي كان بإمكانهم أنهم يتواجدوا خارج المشهد القتالي في اليمن كان بإمكانهم أنهم ينأوا بأنفسهم عن خوض قمار الحرب ولكنهم حملوا المشروع المشروع الوطني المشروع الجمهوري ليس من أجل ذواتهم إذا كانوا يبحثون عن الذات كان بإمكانهم أن يجدوها خارج خارج مناطق القتال خارج المناطق الملتهبة ولكنهم اثروا الا ان يبقوا في مقدمه الصفوف، عبد الرب الشدادي كان حامل حقيقي للمقاومه وداخل داخل محافظه مارب بل وضع اللبنه الاولى او النواه الحقيقيه للجيش الوطني الذي يحلم بال في اطار سعيهم الى ايجاد الدوله الدوله الاتحاديه الذي تحل جزء كبير من من مشاكلهم. اعتقد مثلا عبد الرب الشدادي او اذا اذا ما سالنا انفسنا كانت تجربة فريدة جدا في محافظة مارب، لم نكن نسمع عن وجود قيادات المقاومة. المقاومة موجودة في كل المحافظات ومارب جزء منها. في صراع بين المقاومات او في تعدد الانواع القيادات او اسماء القيادات في محافظات مختلفة وفي جبهات مختلفة الا مارب. هناك استطاع هذا الرجل رحمة الله عليه بمساعدة من المحافظ سلطان العرادة. العرادة إنهم يصنعوا مثال فريد مثال نادر بأنهم يجمعوا كل المقاومة تحت قيادة واحدة قيادة المنطقة العسكرية الثالثة فهذا مثل حالة نادرة في المشهد في المشهد اليمني جعلنا نعول أن الرجل هذا يستطيع أن يصنع قوات حقيقية قوات مسلحة حقيقية تمثل كل اليمنيين استشهادة خسارة لكن بالتالي يمثل حالة من, من التحدي يضع اليمنيين كلهم في الجبهات القتال في المقاومة أفراد الجيش يضعهم في حاله من التحدي هذا لابد... التحدي؟ التحدي أنا لابد أن نستمر على نفس النهج الذي اختطى الشهيد وغيره من الشهداء في مختلف جبهات القتال باتجاه التوحد فيما بيننا البين في هذه المرحلة لدينا مشروع واحد مشروعنا الراهن في هذه المرحلة كيفية التخلص من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح واستعادة الدولة اليمنية المختطفة متى ما استعدنا الدوله اليمنيه المختطفه نستطيع فيما بعد ان نحل كل قضايانا تحت مظله هذه الدوله الان نحن نعتبر في حاله شتات الدوله المختطفة اليمنيين يقتلوا اليمنيين نازحين مشردين في شتى بقاع بقاع الارض بسبب هذا الانقلاب الميليشياوي اذا التحدي الاكبر اليوم والتحدي الابرز امام كل القوى الوطنيه اليمنيه ان تتخلى عن نزعاتها الذاتيه وان يعني يعني تتخذ القدوه القدوه من تضحيات هذه القيادات و ابرزهم او اخرهم لن يكون الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي. طيب هناك مصادفه ربما حدثت باستشهاد اللواء الشدادي في ذات المكان ربما وذات الزمان يعني بتاريخ اليوم لاستشهاد قائد الجيش علي عبد المغني قائد جيش الثوره. هذا الامر كيف يقرا في سياق العمل ضد مشروع الامامه والعمل في مشروع الجمهوريه اليمنيه والدوله الاتحاديه؟ لعلها رساله الهيه ان اليمنيين لابد ان ينتصر مشروعهم الجمهوري على المشروع السلالي الذي يمثله هذا التيار الذي يناهض اليمنيين منذ ثوره 26 سبتمبر المشروع الذي لا يكترث بحياه اليمنيين المشروع الذي لا يبحث الا عن ذات السيد وتحويل بقيه اليمنيين الى مجموعه من القطيع والرعايه الذين يدينون بالولاء لهذه السلطه التي تدعي حقيتها في حكم اليمنيين من منطلق من منطلق الهي اعتقد انها ايضا رساله على اليمنيين ان يلتفوا حول حول بعضهم البعض في هذه المرحله في هذه اللحظه الزمنيه الفارغه ان ليس لهم من بد وليس لهم من خلاص الا في اطار مشروع الدوله. اي مشاريع اخرى خارج اطار مشروع الدوله هي انتقاص من كرامه اليمنيين في المقام الاول. طيب هل يمثل ذلك بارقه امل لانه في نهايه المطاف حتى وان كانت الخساره كبيره باستشهاد الشدادي وكما كانت باستشهاد علي عبد المغني ان هناك امل بنجاح الثوره بنجاح ثوره التغيير بفشل هذا الانقلاب وفشل القوى الظلاميه في هذا البلد التاريخ يعلمنا كثير من الدروس أن في نهاية المطاف مهما كان الصراع قائم بين الحق والباطل لا ينتصر إلى الحق في في نهاية المطاف والحق دائما يكون في صفوف الشعوب الباحثة عن عن حريتها وعن كرامتها وأرى أن الشعب اليمني اليوم ينتفض من أجل حريته وكرامته وليس من أجل سين أو صاد من الأشخاص. طيب أستاذ شفيع أرجو أن يعني ينضم إلينا الآن اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة أركان الجيش الوطني. مساء الخير سيادة اللواء مساء الخير أخيراً حبا إذا ما سألت هذا السؤال سيادة اللواء هل تقبلون العزاء في استشهاد اللواء عبد الرب الشدادي وما الذي يمثل بالنسبة لكم عزاء بالنسبة للواء عبد الرب الشدادي يعتبر خسارة على بشكل عام وعلى قوات المسلحة وعلى أمة العربية الإسلامية لأن الرجل هذا قائد من خاص منذ صغره مش من الآن وهو رجل تدرج في المناصب وجاهد في سبيل الله من منذ شبابه ويريد ان يبني دوله النظام والقانون يسعى الى بناء دوله نظام وقانون حتى ضحى باسرته بنفسه ولذلك عزاءنا فيه انه رحل شهيد وهو ربيها لنفسه وكل ابناء الشعب اليمني متألم من, من عليه ولكن اذا سقط استشهد عبد الرب الشدادي فهناك الف شدادي سيظهر غيره. طيب إذا ما تحدثنا عن فاتورة هذا الاستهداف الذي قام به يعني الذي حدث للشهيد الشدادي بالنسبة لموازين الحرب. لا اتحدث هنا عن ثأر، اتحدث عن عدالة قضية وعدالة نضال استكمالا ل يعني رفاق السلاح سواء الشدادي أو غيره. ما الذي تخططون له بعد هذه العملية؟ والله شوف سعود عبد الشدادي أو أي شخصية لن تأثر على عدالة قضيتنا مطلقا لانه اللواء عبد الشدادي رحمه الله عليه خطل لنا نفس القضيه وكل الناس واليوم كنت انا في جبهه سرواح وزرت القاده اللي ماسكين الاعمال والقائد المخلف بقياده الجبهه وكنا كان معي وجرنا الافراد والضباط معنويتهم عاليه جدا ويقالوا ان احنا في الطريق الذي خطها الطرب الشدادي سنقاتل وسنناظر حتى نعود وطننا المسلوب. سيادة لن نعم. يأثر كثير استشهاده على الجبهه ياثر على الناقيه شخص طبعا هو عبد الله عبد الشدادي قايد منه خاص ولكن ايضا لانه دائما هكذا يعني هو نبراس في طريق الحق وفي طريق العداله ويظهر بدل الشدادي الف لن تتوقف الدنيا وهذه سنه الحياه. طيب سيادة اللواء للبطل الشهيد حديث حول أسس بناء الجيش الوطني البعيدة عن الانتماءات الحزبية والقبلية والانتماءات الضيقة بشكل عام إلى أي مدى يجب أن يستبشر اليمنيون بأن الجيش القادم جيش مبني على أسس وطنية جيش مبني على أسس تحمي اليمنيين جميعهم لا تستهدف اليمنيين والله يا اخي حقيقه الامر احنا ما نقول جيش قادم او جيش هو الجيش الجيش السابق، الجيش الذي بنوه ثوار سبتمبر وثوار اكتوبر، احنا عندما نقول ان احنا بنينا الجديد معناته ان احنا نستكسي ناس ضحوا بدمائهم واخرجوا اليمن من الظلمات الى النور واخرجوا اليمن من القرون الوسطى وايضا طردوا الاستعمار ولذلك احنا استكمالا لثوار سبتمبر واكتوبر نعيد شاقة بناء الجيش وبموجب اهداف سبتمبر واكتوبر بحيث ان تبقى الجيش مؤسسه وطنيه محايده تخدم القوات تخدم الوطن بشكل عام وتكون ليس فيها تفرقه وتدعو الى الوطن المتعادله وزي ما تلاحظون الان الجيش الوطني الذي الذي عدنا سياقته الان تلقى في كل القاده من كل محافظه اليمن من كل من شرقها وغربها كل القاده ليس محصور على منطقه محدده ولكن كل محافظات اليمن موجوده فيه وتغيرت المعادله في بناء الجيش الجديد في عاده بناء الجيش الجديد لانك تلقى محافظات كانت لا ينظر اليها ولكن بنظرها يعني ينظر اليها بنقص نوع من النقص او نقص من التكشير نحوها ولذلك هذا المحافظات اثبتت إني اقوى محافظات وهي التي قامت بالدفاع عن الوطن اكثر من غيرها طبعا كل المحافظات شاركت في الدفاع عن الوطن لكن هذه كان لها كبير مثل اب تعز ريمة مصابا وعتمه تهامة محافظات كثيره جدا كانت بعيده عن الجيش ولكن الان القاده موجودين من كل المحافظات طيب. هذه وعلى راس الجيش من كل محافظات ابناء اليمن تلقى قائد تلقى في مارب القائد من عدن في المناطق والقايد من تعز القائد من ابين وكل كل محافظه اليمن من اب من الحديده من كل ابناء الوطن موجودين وهم ضباط جيش سابقين حتى اللي يقود المقاومه في كل المحافظات ضباط جيش ابوا على انفسهم ان يكونوا اداه في الانقلابيين ان يهينوا كرامتهم الانقلابيين وان يتحكم فيهم قله من اللصوص والقطاعين الطرق ويتحكموا في قياده عظيمه جدا بنت تاريخها على مدى 20 30 سنه وتلقاه يخضع لميليشيا نعم لصوص في الطرقات يخ... ي... 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 لن يوق... لم يشي امره الا بعد ما يوافق عليه المشرف الحوثي طيب سياده اللواء اخيرا ما هي رسالتك لأبناء الجيش الوطني العسكريون هناك كذلك سواء في جبهات صرواح في مارب او جبهات الجوف او جبهات تعز او اي مكان في اليمن ما هي الرساله لهم وايضا لبقيه ابناء الشعب اليمني؟ والله رسالتي لابناء شعب اليمن القيادة السياسية وقيادة السياسية والعسكرية وابناء شعبنا العظيم وكذلك مؤسسة الجيش عظم الله اجر الجميع في استشهاد اللواء الركن عبد الرب الشدادي الرجل الوطني العظيم ودم الشهيد عبد الرب يعطينا دفعة كبيرة ان نسير على ان يخططوا على طريق النظام الذي اتخذه ولم يقاتل لم يقاتل الجماعة لا لاجل شخص ولا لاجل حزب ولا لاجل ولكن قاتل لاجل عادة الوطن المنهوب وعادت سياقه الوطن في دوله نظام وقانون دوله اتحاديه تضمن الحقوق المتساويه لابناء الشعب اليمني والمواطنه المتساويه واقول هنا انه ابناء الجيش اليمني او الوطني بشكل عام ما فيهم الجزء من اللي في داخله تحت الانقلابيين واللي رفضوا ان يدخلوا مع الانقلابيين ان ان شاء الله ان النصر قريب جدا وان احنا سنبني مؤسسه عسكريه ستبنى بوجود المقدشي بوجود الشدادي بوجود اي شخص فالشعب عرف طريقه وابناء القوات المسلحه عرفوا طريقهم وان شاء الله سيبنى القوات المسلحه الذي تكون في خدمه الوطن وليست في خدمه اشخاص او حزب او فئه معينه من ابناء الشعب. رئيس هيئه الاركان العامه للجيش اللواء محمد المقدشي كنت معنا عبد الهاتف من مأرب شكرا جزيلا لك بالعوده اليك استاذ شفيع. هذه التضحيات للقادة العسكريين وكذلك لبقية أبناء الشعب اليمني سواء قادة العسكريين منهم اللواء جعفر محمد سعد القائد الأبارة القشيبي اللواء عبد الرب الشدادي هذه كلها هؤلاء كانوا في الصفوف الأمامية للقتال أو في الصفوف الأمامية لأعمالهم هذا الأمر إلى أي مدى سيدفع نحو تعزيز الإيمان بعدالة هذه القضية وتعزيز الفرج على بقية أبناء الشعب اليمني في حسم عسكري لهذا الامر. هذه التضحيات كلها لابد ان تتوج في نهايه المطاف باعاده بناء الجيش على اسس وطنيه بادوات وطنيه متجرده من التعصب الحزبي او التعصب الجغرافي وايضا على قطيعه تامه مع مع الماضي ومع مع المخلوع صالح. هناك ادوات المخلوع صالح ما زالت حاضره في جزء من القوات المسلحة والأمن، فبالتالي لابد من تركيز بناء الجيش الوطني على أسس وطنية حقيقية مع أخذ بعين الاعتبار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على بناء الجيش على أسس وطنية بحيث إنه يشمل التمثيل التمثيل الوطني وليس التمثيل المناطقي أو التمثيل الحزبي تضحيات الناس ينبغي لا تذهب لا تذهب سدى ولا يتم استثمارها بشكل بشكل سيء يعيد إنتاج جزء من الماضي أو يعيد إنتاج جزء من أدوات الماضي وتصدرها المشهد الراهن في البلد اليمنيين لن يقبلوا بأن تعاد أي من أدوات الماضي المتورطة بارتكاب جرائم معينة أو لها مواقف متخاذلة من المقاومة ومن الإنقلاب الميليشياوي تضحيات اليمنيين لم تقتصر على افراد القوات المسلحه والامن، تضحيات اليمنيين الكل المدنيين حملوا السلاح وقاتلوا في مواجهه هذه الميليشيات، فبالتالي لابد ان تحترم هذه التضحيات، لابد ان نبعث رسائل ايجابيه، يعني من المخزي ومن المحزن ايضا ان هؤلاء الذين ضحوا بانفسهم ودمائهم في سبيل استعاده الدوله نجد اولادهم اليوم يترددون يبحث بحثا عن 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 معاشات ابائهم او يبحثون عن عن ترتيب وضع لاسرهم هذا هذا بحد ذاته يعتبر خذلان لدماء الشهداء وخذلان ايضا للمتواجدين داخل داخل الجبهات اذا اليوم على الاخوان في في هيئات الاركان العامه في الجيش اليمني في ان يضعوا هذا بعين الاعتبار ان لابد من الاهتمام الاهتمام يكون بالمساواه بقدر تضحيات الناس دون تمييز وايضا لابد من الاهتمام بأسر الشهداء وأسر أسر ضحايا ضحايا الحرب من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لا يحدث هناك اي تمييز نلمس نلمس بين وقت وآخر شكاوى كثير من الناس يشتكون حتى افراد المقاومه، المقاومه سين مثلا لم يتم استيعابهم، لم ينفذ قرار رئيس الجمهوريه في استيعابهم داخل اجهزه الامن والجيش، بينما مقاومه صاد لميول جغرافيه او ميول سياسيه معينه يتم استيعابهم، هذا بحد ذاته يبعث رسائل سلبيه ويمثل حاله من الاحباط لدى افراد وشكل. المقاومه والجيش وايضا الشعب اليمني بشكل عام. اذا لابد من من التجرد في هذه المرحله، المرحله المرحله الاستثنائية وبما ان المرحله الاستثنائيه نحن نحتاج قاده استثنائيين قاده استثنائيين بحجم القشيبي بحجم علي ناصر هادي جعفر محمد سعد اللي هو عبد الرب الشدادي قاده يستطيعون ان ان يضحوا لا 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 يبخلوا حتى على الوطن بانفسهم واذا ما وصلوا الى اماكن صنع القرار لابد ان ان يتحملوا مسؤولياتهم بالشكل الامثل الذي يحقق النتائج المأمولة والمرجوة من تضحيات الناس عودة جزء من سلبية الماضي من أداء الماضي من البيروقراطية حق الماضي هذه تمثل حالة من من الإحباط فبالتالي لابد أن نعي هذه أننا في مرحلة استثنائية ولا نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية إلا متى ما تجردنا من الأنا ومتى ما تجردنا من المصالح الشخصية والذاتية ووضعنا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حتى لا تذهب تضحيات بالتأكيد. هؤلاء الأبطال السوداء طيب أستاذ شفيع برأيك يعني ألا يدرك الإماميون ومن سار في دربهم ممن يقاتلون ضد الدوله ان هذا الزمن ما عاد يقبل بثيوقراطيه تحكم الدوله الحديثه الا اذا كانت يعني احتماليه نهوض هذه الدوله تؤول الى الصفر الى حد ما، ألا يدرك ان الناس ما عادوا يقبلون، ألا يدرك بتضحيات قاده مثل الشدادي ورسائلهم الدائمه نحو الدوله المدنيه والدوله الاتحاديه ان ما يريدونه هم بانقلابهم وبرجعيتهم ان صح التعبير غير قابل للتحقيق. آه قطعا هم لا يدركون ذلك، اذا كانوا يدركون لما تجراوا وعملوا الانقلاب على الشعب اليمني، هم يعيشوا حاله حاله من الوهم آه ولديهم حاله من العداء والانتقام من ثوره 26 سبتمبر وتضحيات تضحيات اليمنيين. بدليل انهم اعلنوا ثورتهم او ما يسمى بثوره الجرعه في 21 سبتمبر نكايه بثوره 26 سبتمبر مسيراتهم كانت تخرج دون ان يرفعوا علم الجمهوريه فبالتالي هم وصلوا الى حاله من من الوهم المسيطر على افكارهم وعقلياتهم واستغلوا ايضا حاله حاله العوز وحاله حاله الجهل لدى لدى جزء كبير من الشعب اليمني في مناطق شمال الشمال واستخدموهم ك كذخيرة أو كمخزون بشري للقتال أو لتنفيذ تنفيذ مشروعهم لكن بالتأكيد مشروعهم صدم بأمال وتطلعات اليمنيين وبالإرادة اليمنية الصلبة التي لا تقبل أن تعود إلى الماضي لا تقبل أن يحكمها شخص باسم ادعاءات إلهية أو سلالة معينة تحكمها لأنها, لأنها منزهة عن بقية الشعب اليمني الشعب اليمني لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل النظام الجمهوري وفي ظل الدولة الدولة الاتحادية إذا أشكرك أو بالعفو أستاذ شفيع سنذهب إلى فاصل قصير بعده نستكمل الحوار في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء نتمنى أن أن يتفق الناس قبل قبل تدمير ما تبقى من اليمن. طبيعة المتمردين الله يصدقوا في أي معاهدة ولا في أي اتفاق اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ننوه يعني مشاهدينا الكرام ونعزي ابناء الشعب اليمني الى ما حدث اليوم من جريمه لقصف القاعه الكبرى في العاصمه صنعاء ومن هذا المنطلق استاذ شفيع باعتقادك هل هناك نوع من الربط لجريمه القصف التي حدثت اليوم بقصف العزاء علاقه بما حدث بالامس من مقتل اللواء عبد الرب الشدادي لصرف الانتباه ربما عن ما حدث وعن فداحه هذه الجريمه وكذلك التخفيف من وطاه ما حدث بالنسبه من مصاب للشعب اليمني ككل. بداية دعني اؤكد ان استهداف المدنيين مدان بصرف النظر عن الجهة القائمة بهذا الفعل. المدنيين بأي, بأي, بأي نطاق جغرافي يتم استهدافهم من قبل جهة معينة هذا فعل, فعل مدان. أي لكي نبعد اللبس عن ما حدث اليوم لابد من يفتح المجال الانقلابيون امام اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وهي لجنه وطنيه ومقرره من مجلس حقوق الانسان ومن الامم المتحده واصبحت لجنه لجنه تحظى بالصفه الدوليه لابد ان يفتحوا لها المجال للنزول الى هذه المناطق للتحقيق في الانتهاكات وتحديد جهه جهه القائم بالانتهاك انا لا استبعد لا استبعد ان الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يريدوا ان يلعبوا بكل كل الاوراق الموجوده امامهم بهدف لفت الانظار وتغييب الشعب اليمني عن وقائع معينه حدثت، هم الان يريدوا ان يخطفوا انظار واهتمامات الناس عن الحادثه التي حدثت بالامس تمثلت بمقتل باستشهاد عبد ربز. عبد الرب الشدادي وهم يعملوا مثل ربما مثل هذه الـ 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 القضايا لكن ايضا لابد ايضا نركز على جزئيات الدعوه التي عملها عدد كبير من الشباب اليمنيين تحت شعار انا نازل على اساس يوم قدم الى في مختلف شوارع صنعاء تنديدا بحكم بحكم الميليشيات ورفضا رفضا لهم الشعب بدا بدا يرفض الميليشيات في المناطق الخاضعه لسيطرتهم فبالتالي هم يستطيعون يعملوا كثير من القضايا لارباك المشهد ولفت الانظار او حرف مسار الامور باتجاه باتجاه قضايا هامشيه اخرى لكن ايضا لا نقلل من جريمه اليوم ونستنكرها ونطالب الانقلابيين بفتح المجال امام اللجنه الوطنيه حتى تستطيع ان تصل الى مناطق الانتهاكات واجراء التحقيقات القانونيه اللازمه فيها. طيب يعني في ظل هذا الامر يعني الخطوات سواء او الحوادث التي تمر تباعا باليمنيين برايك الى اين يتجه المشهد اكثر؟ هل من بوادر ل نوع من التسويه السياسيه او التنازل من قبل طرف الانقلاب نظرا لفداحه ما قام به تجاه اليمنيين ام ان ما تم تجريبه خلال سنوات ممتده منذ فد... من ثوره فبراير وحتى قبلها في التعامل مع هؤلاء الانقلابيين يعطي الكثير من الدلائل على ان الحسم العسكري بوجود امثال لواء الشدادي هو الاولى. به. اليمنيون أعطوا ميليشيات الحوثي فرصة بأنهم يتحولوا إلى كيان سياسي ويمارسوا السياسة من خلال إشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي لم يتعاملوا بشكل جيد مع هذه الفرصة واستمروا معتمدين على أدوات القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة, خاصة بهم فبالتالي لا بد الآن من الحسم العسكري كخيار وحيد لن لن يرتدع امثال هؤلاء الا بحسم عسكري واستعاده كافه المناطق الخاضعه على سيطرتهم الحديث عن تسويات سياسيه اصبح يمثل حاله من من الملل بالنسبه لليمنيين او نكته سمجه لم يعد لها قبول المبعوث الاممي كلما اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومه من مشارف صنعاء ياتي الحديث عن تسويه سياسيه و هدنه لوقف اطلاق النار وهدنه انسانيه. مثل هذا الحديث يمثل اعطاء اعطاء او اطاله امد الحياه بالنسبه لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. لذا لابد من الاتجاه نحو الخيار العسكري، لابد من تعزيز صفوف الجيش والمقاومه الشعبيه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين وعلى مشارف هذه المناطق، لابد من مواصله التقدم نحو العاصمه صنعاء. لا بد من حسم المعارك في المناطق المتبقيه في دمت وغيرها من مناطق التابعه لمحافظه الضالع كذلك محافظه تعز في صرواح لا بد من حسم معركه صرواح <applause> والضغط على الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح باتجاه الخيار العسكري وهو الحل الوحيد امام هذه الميليشيات التي لا تفهم الا لغه القوه طيب هل يمكن ان نشاهد حسما ما في شهر اكتوبر وهو يعني الذي يوصف في شهر التحرير صحيح ان كانت تضحيات اليمنيين فيه كبيره سواء في ثوره اكتوبر او حتى استكمال ثوره 26 من سبتمبر باستشهاد علي عبد المغني حينها والان استشهاد عبد الرب الشدادي هل يمكن ان يحدث أمر يحول المعركة خلال هذا الشهر أنا أتمنى مثل ما تتمنى أنت ويتمنى اليمنيين كلهم باستعادة العاصمة صنعاء وحسم المعركة لكن هذه الأمور مرتبطة بتقديرات العسكريين والناس الموجودين داخل داخل جبهات القتال طيب أستاذ شفيع الآن من سبتمبر إلى أكتوبر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة الرابع عشر من أكتوبر إلى الوحدة إلى فبراير إلى المقاومة مقاومة الإنقلابين هذه السلسلة المتتالية من التضحيات لليمنيين مرورا بالحراك السلمي وكذلك نضالات الشعب اليمني جميعهم هذا الأمر وهذه التضحيات للقضاء العسكريين أيضا إلى أي مدى يجب أن يترك أثره في المستقبل مستقبل اليمنيين وعلى ماذا يجب أن يتربى الأجيال في المستقبل هذه عبارة عن عن تراكمات والوعي في نهاية الأمر هو نتيجة طبيعية لتراكمات معينة في حياة حياة الشعوب تنتج تنتج الخبرات وتنتج تعزيز القيمي وتعزيز الوعي لدى لدى الشعب، أعتقد أن الشعب اليمني لديهم تجارب تاريخية وطنية تعتبر ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر هي أجمل ما أنتجته القوى الوطنية في التاريخ اليمني. مع التشوهات التي حصلت في مشروع 22 مايو 90 وانحرافه عن مساره وتحويلها الى مشروع مشوه اتت ثوره فبراير لتضيف شيء اضافي للتراكم التاريخي النضالي لدى الشعب اليمني. طيب ارجو ان يعني ينضم الينا الان استاذ شفيع العقيد عبده الصغير رئيس عمليات اللواء السابع عشر مساء الخير سياده العقيد. مساك الله بذور العافية وطيبك الكريم وجميع المشاهدين أهلا بك سيادة العقيد أنتم كجيش وطني في تعز كيف تلقيتم نبأ استشهاد لواء عبد الرب الشدادي هناك في جبهات صروح في البداية أحب أن أوجه رسالة في بخصوص استشهاد الشهيد الشدادي لكل المقاتلين في جبهات القتال من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دم الشهيد هو عبارة عن مقود لنا في يحمسنا لاستكمال المعركه واستكمال السير في هذا الطريق الذي ننشده جميعا للخلاص من هذا الكابوس الذي قسم على صدر اليمنيين تلقينا نبا استشهاد الشهيد الشدادي برباطه قأش وبصبر كبير لاننا نعلم علم اليقين اننا كلنا على هذا الطريق سائرون وما خرجنا آه لمناوئة هذا الانقلاب إلا ونحن نعلم إما شهداء أو منتصرون وهذه كلمات أتلى بها الشهيد قبل استشهاده آه بلحظات حينما قال آه ما خرجت إلا لإحدى أمرين إما شهيد أو منتصر لكني أقول لكم ابحثوا عن بديل غيري هذا دليل واضح على أن هذا الشهيد كان آه يحمي روحه على كفه ولذلك رأيناه في مقدمة الصفوف له من التحية له من التقدير سيظل رمزا آه من رموز الجمهوريه ورموز النضال الذي تعيشه اليمن ويعيشه ابناء الشعب اليمني في هذه الايام سيظل رمزا للصمود والاقدام وللشجاعه وسيظل ايضا رمزا للعسكريه الذي قدر البلد العسكريه وقدر هذا المكان الذي يكمن فيها طيب هذا الحديث منك سياده العقيد عبد الصغير وانت في تعز تكرر الحديث للواء المقدشي وهو في مأرب والكثير من قاده الجيش الوطني في الكثير من الاماكن في هذه النقطه الى ماذا ترمز وحديه العقيده الوطنيه للجيش الذي يتشكل الان في العديد من المناطق سواء المناطق المحرره مأرب حضرموت وغيرها او في حتى المناطق التي تشهد مواجهات مع الانقلابيين مثل تعز والبيضاء منذ نعومة اظافرنا ونحن آه نشهد آه نشأة جيش عائلي آه نشأة جيش آه يبنى لحماية الحاكم وحماية مكتسبات الحاكم آه لاحظنا ذلك كثيرا لا تربينا على على عقيده وقيمه انسانيه كبيره جدا آه تريد منا ان نتخلص من هذه القيمه القاتمة على قلوبنا وعلى قدورنا اليوم نحن تشكل جيش وطني قائم على عقيده وطنيه وهي حب الوطن اساس قائم على على مبادئ وقيم للقوات المسلحه التي نراها اليوم تتشكل تدريجيا ونرى اثارها في كل محافظه الجمهوريه التي تعيش صراعا وتعيش عملا عدائيا من قبل هذه الجماعات الجماعه المجرمه الفاشيه اليوم هذه الواحديه واحديه في الهدف وواحديه الاراده وواحدية القيمة وواحدية النشأة لهذا الجيش سيجعلنا آه نستطيع القول أن اليمن تسير في الطريق الصحيح وبناء القوات المسلحة يسير في الطريق الصحيح لا لشخص أو جهة أو مكانة أو قبيلة لكنه جيش سادة العقيد إذا يبدو أن أننا فقدنا الاتصال بسيادة العقيد عبد الصغير رئيس عمليات اللواء السابع عشر شكرا له على كل حال أستاذ شفيع للواء عبد الرب الشدادي مواقف في ثورة فبراير أنت كأحد ثوار فبراير كيف ترى هذه المواقف أو ما هي تلك اللحظات التي تذكرها من تلك مواقف الشهيد وغيره من القيادات المتتبع لسيرة الشهيد عبد الرب الشدادي لا يستغرب انحيازه لجماهير الشعب التي خرجت ضد المخلوع صالح في فبراير 2011 فهو أبى إلا أن يكون إلى جانب إلى جانب جماهير الشعب إلى جانب أهله وناسه رفض أن يشارك في عمليات قمع للساحه بالساحة التغيير كان من اوائل القيادات التي ذهبت بهدف توفير الحمايه للثوار داخل داخل الساحه فاعلن انشقاقه عن المخلوع صالح والتحامه بجماهير الشعب وهذا يدل على شيء وانما يدل على انحياز عبد الرب الشدادي الى القضيه الوطنيه التي امن بها وناضل من اجلها واحتراما لشرفه العسكري بان لا يوجه بندقيته الى صدور صدور جماهير الشعب طيب هذا الامر كيف سينعكس يعني صموده وكذلك وقوفه مع ثوره فبراير التي تطالب الان من اهدافها الدوله الاتحاديه وكذلك الدوله المدنيه القائمه على المواطنه للجميع كيف سيؤثر هذه التضحيات لمشروع الدوله الاتحاديه على ضوء ما نشهده الان في اليمن اليمنيين ال مطالبون اليوم بعد في هذه المرحلة الراهنة بالتخلص أولا من مشروع الحوثي والمخلوع صالح إذا ما استطعنا التخلص من مشروع الحوثي والمخلوع صالح نستطيع أن نذهب للحديث عن الدولة الاتحادية الدولة الاتحادية وفق ما يريد الشعب اليمني وليس ما تريد أن تفرضها قوة سياسية معينة أو نخبة سياسية معينة الإرادة الشعبية والإرادة الجماهيرية لا يمكن تجاوزها الحرب أفرزت لنا واقع جديد أنتجت واقع جديد و آه ال ال النتيجة الإيجابية من وجهة نظري الشخصية أن الحرب آه أزالت عن صنعاء قد المركز المقدس المركز المقدس الذي كان يحكم اليمني لا أقصد صنعاء المدينة و وأهلها وإنما أقصد العصابة الفاسدة التي ظلت تحكم اليمنيين لمدة 33 عام وما زالت اليوم تواصل نفس النهج العدواني الظالم ضد, ضد اليمنيين صنعاء لن تعود تلك العاصمه المهيمنه ذلك المركز المقدس صنعاء فقدت طبيعتها السياسيه والاداريه موقعها السياسي والاداري في حياه اليمنيين لن تستطيع صنعاء ان تحكم اليمنيين بعد اليوم اليمنيون سيحكمون انفسهم بانفسهم والاقاليم الاقاليم السته التي خرج بها او خرجت بها اللجنه تحديد الاقاليم هي ليست ليست محل محل اجماع لكن ربما يكون الاجماع هو موضوع الدوله الاتحاديه والتي سيحدد اتجاهاتها وطبيعتها اليمنيين بعد بعد تخلصهم من المشروع المشروع الانقلابي واعتقد ان الدوله الاتحاديه في الوقت الراهن هي الضمانه الحقيقيه لتحقيق التعايش بين بين اليمنيين والقبول ببعضهم البعض. طيب تضحيات الشهداء كثيره تضحيات اليمنيين لا زالت مستمره الان في جميع جبهات القتال، وكذلك في المنابر الاخرى، يعني لا يقتصر الامر على التضحيه في جبهات القتال بطبيعه الحال. ما هي رسالتك كشفيع العبد لليمنيين عسكريين ومدنيين لمن ناضلوا في السابق ولمن يناضلون الان؟ احترامنا لدماء الشهداء وتضحياتهم لا يكون بالتباكي عليهم فقط وانما بالتوحد في اطار المشروع الذي ناضلوا ناضلوا من اجله واستكمال المهمه التي التي بداوها حتى تحقيق الاهداف كامله غير منقوصه فيما يتعلق بالتخلص من المشروع الامامي الصالحي الذي لا يحمل خير اليمنيين بمجمل طبيعتهم وجغرافيتهم طيب برايك هل اليمنيون قادرون على فعل نوع من الحسم السريع في اتجاه هذه الدوله الاتحاديه الذي يريدونها الان وما الذي يعيق ذلك؟ الحسم الان لابد ان يتجه مثل كما اسلفت في اتجاه التخلص من مشروع الحوثي والمخلوع صالح. لن نستطيع الحديث عن دوله اتحاديه في ظل هيمنه الحوثيين واشتعال جبهات المقاومه في مختلف المناطق. ايضا فيما يتعلق في التحرر الاقتصادي من هيمنه الحوثيين وباتجاه تفعيل قرار نقل البنك المركزي الى الى عدن وايقاف ايرادات المناطق المحرره من الذهاب الى الحوثيين وقطع كافه الامدادات الماليه عليهم وبعد التخلص من مشروع الحوثي والمخلوع صالح نستطيع الحديث عن الدوله الدوله الاتحاديه التي هي خيار خيار مطروح لليمنيين في المرحله المرحله القادمه. طيب ربما كانت في فتره ثوره سبتمبر واكتوبر الوضع في المنطقة ككل لم يكن واضحا هناك أيضا حسابات كثيرة كانت للدول ولم يكن وسائل الإعلام لم تكن بذلك التطور الذي يتيح نقل ما يحدث بداخل هذا البلد لبقية الدول المنطقة الآن في هذا الوضع هل بات واضحا لدول الجوار ماذا يريده اليمنيون ماذا أراده في السابق ثوار سبتمبر وأكتوبر وأرادوه في ثورة فبراير ويواصلون يعني النضال في سبيله المشكله اليمنيه لم تعد بالادوات بالادوات اليمنيه او بخيارات اليمنيين في الوقت الراهن اصبحت هناك تتجاذبها قوى اقليميه وقوى دوليه وفق وفق مصالحها هذه الدول بالتاكيد لديها مصالح معينه هل ترجوها من اليمنيين او تبحث عنها من الجغرافيا اليمنيه ليس في اهدافها او جندتها مصلحه اليمنيين في المقام الاول هي تبحث عن مصالحها تبحث عن تقاسم الكعكة في الموقع اليمني مستقبلا لكن على اليمنيين أن يعوا هذه المخاطر كما وعاها أجدادهم المفجري ثورة سبتمبر وأكتوبر والذين استطاعوا أن يتخلصوا من أسوأ استعمارين كانوا في تلك الفترة الاستعمار البريطاني والإضافة إلى الاستبداد الإمامي الكهنوتي استطاعوا اليمنيين في تلك المرحلة أن يتخلصوا من هذه ويبنوا يبنوا الدولة دولتين على اسس معينه، لذا على اليمنيين في هذه المرحله ان يعوا يعني ان مصالحهم لا تكمن الا في وقوفهم يدا واحده باتجاه التخلص من هذا المشروع الجاثم على صدورهم حاليا، ومن ثم الاتجاه الى اعاده صياغه العلاقه فيما بينهم، واعاده صياغه مشروعهم السياسي حتى يستطيعوا ان يحققوا التعايش فيما بينهم البين. اشكرك استاذ شفيع العبد وكيل وزاره الشباب والرياضه كنت معنا في حلقه اليوم، كما اشكر جميع الساده المشاهدين على حسن المتابعه والاصغاء. تمنياتنا بان يحسم الامر سريعا وان تخلد تضحيات الشهداء الى الابد بهذا مشاهدينا الكرام نختم حلقه اليوم الى اللقاء